قراءة في المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد وما تحمله من دلالات مختلفة. بالتأكيد يعني الكثير بيروا أن هذا الدستور أو تمرير الدستور هو المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى في خارطة المستقبل التي ينتظرها جميع المصريين حتى تنعم مصر بمرحلة من الاستقرار والهدوء في الأوضاع. المهم هنتابع تقرير حول المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور ثم نعود لنبدأ حوارنا. على طريق المضي قدما لاستكمال تنفيذ خارطة المستقبل، عكست المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور ارتفاع نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بنسب كبيرة. تلك المشاركة الكبيرة أظهرت تحدي جموع الشعب المصري لتهديدات أنصار جماعة الإخوان لمنعهم من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي والذي تجسد في الإقبال الكبير خلال يومي الاستفتاء. ويؤكد عدد من المراقبين أن إصرار المصريين على النزول للاستفتاء يعد رسالة قوية وشديدة اللهجة لكل المخربين أن يلزموا حدودهم ويتيقنوا أنهم يواجهون الشعب وليس غيره. نجاح الاستفتاء يعود في المقام الأول للخطة الأمنية المحكمة التي نفذتها عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، الأمر الذي طمأن الناخبين وجعلهم يقبلون دون خوف على مراكز الاقتراع والانتظار لساعات للإدلاء بأصواتهم. وشهدت عملية التصويت العديد من المشاهد اللافتة، أبرزها الحضور الكبير للمرأة المصرية التي باتت كلمة السر في الاستحقاقات التي تشهدها مصر منذ ثورة يناير، إدراكا لمسؤوليتها في صناعة حاضر مصر ومستقبلها. ومن بين المشاهد اللافتة أيضا هذا الإقبال الكبير لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على مراكز الاقتراع غير عابئين بالانتظار ومشاقه ومتعبه، كما تبارى المجندون المكلفون بتأمين لجان الاقتراع في مساعدتهم للوصول إلى أماكن التصويت. وتعبر المشاركة الكبيرة خلال يومي الاستفتاء عن استعداد المصريين على استكمال طريق الثورة وتحقيق أهدافها، ما يعد دليلا دامغا على تمسك الشعب المصري والتزام بخارطة المستقبل والتحامه بمؤسساته الأمنية والعسكرية. عهد ديمقراطي جديد يترقب العالم نتيجته كما ينتظره المصريون بفارغ الصبر، آملين أن يكتب عهدا جديدا من الاستقرار وأن يضع البلاد على طريق الرخاء والتنمية وأن يفتح لمصر صفحة جديدة في تاريخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم من جديد. بيشاركنا الحوار في هذه الفقرة ضيفنا الدكتور علي زيدان، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الإنقاذ. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. طبعا المؤشرات الأولية أشارت إلى نسبة إقبال شديدة جدا على هذا الدستور، وكمان مؤشرات أشارت إلى ارتفاع نسبة التصويت بنعم. برأيك كيف تقرأ هذه المؤشرات ودلالتها بالنسبة لمرحلة الاستحقاق الانتخابي دي وما سيليها من مراحل أخرى؟ طبعا يعني ده كان شيء متوقع. آخر 10 سنين للرئيس مبارك كان في نوع من الفساد ونوع من ملف التوريث ونوع من الاستبداد والقهر. خرج الشعب في 25 يناير بيقر ثورته، الشعب المصري كله استمر في الميادين لمدة 18 يوم، تمكن الإخوان المسلمين من سرقة ثورة يناير كما قال وزير الخارجية الأمريكي، اعتلى الإخوان المسلمين الحكم، فشلوا في إدارة البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا. جبهة الإنقاذ تكونت وحاولت مع الإعلام أنها تبصر يعني إيه تنظيم الإخوان المسلمين ويعني إيه الأيديولوجية ويعني إيه وضع مصر عندهم، وأن مصر مجرد إقليم من 88 إقليم ويعني إيه كل سعيهم للتمكين من مفاصل الدولة وهدم الهوية المصرية. خرج 33 مليون يعبروا عن رفضهم لحكم الإخوان المسلمين. أقرت من وقتها خارطة الطريق اللي كانت بتبدأ بالاستفتاء على الدستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية. فطبعا 33 مليون اللي هم نزلوا في الشارع اللي هم أذهلونا جميعا كسياسيين
السياسيين. وعلشان كده انا دايما بتحفظ الشعب هو القائد، البسطاء من المصريين عموم الشعب. يعني في التقدير بتقول نجاح الاستفتاء نتيجة يعني النظام الامني، طبعا النظام الامني ليه كل الشكر، واحنا بنشكر وزارة الداخلية وبنشكر القوات المسلحة انها دفعت ب 160 الف ضابط ومجند، والمتحدث قال 400 الف ضابط ومجند، وانا بشكر كل الجهات الامنية وزارة الداخلية من بداية وزير الداخلية لأقل مجند. لكن انا عايز اكد مش القوى الامنية اللي انجحت ثورة يونيو او انجحت الاستفتاء، رغبة الشعب في ان هو يحقق مصيره، رغبة الشعب في الديمقراطية التي هي بالاساس حكم الشعب، هي دي اللي ادت الى الاعداد الكبيرة اللي نزلت والتصويت اللي وصل عدى 90% او 95%. وطبعا ده ما فيش اي مجال ولا حد يكلمني هنا عن تزوير، لان المرة دي الاستفتاء كان للمرة الاولى تحت مراقبة منظمات من اعلى منظمات المجتمع الدولي، منظمة الشفافية الدولية، دي اعلى منظمة في العالم لمراقبة الانتخابات، منظمة الديمقراطية. يمكن احنا كنا زمان بنتكلم عن منظمة كارتر كان بيجي قبل خيرة الشاطر، نعم. وكان في نوع من الصفقات الغير واضحة، لكن انا لما اتكلم عن منظمة الشفافية الدولية، منظمة الديمقراطية الدولية، دي منظمات على اعلى مستوى بتراقب الانتخابات. والحقيقة على ذكر المنظمات، هناك 16 تقرير دولي اشاد بنزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي، ومنظمة الديمقراطية اللي حضرتك ذكرتها قالت ان هناك 80 شكوى فقط تلقتها لجنة العليا للانتخابات. هم حتى قالوا ان يعني نسبة التجاوزات لا تتعدى 4%، وده شيء مشرف جدا، وده شيء بيحدث في اعلى الديمقراطيات. يمكن احنا شفنا ده، يعني احنا كمصري ديمقراطي اجتماعي وكناس مدنيين وكعامة الشعب شفنا ملايين الشعب لما نزلت في 30 يونيو، شفنا فشل الاخوان في ادارة شؤون البلاد. يمكن العالم الخارجي والمليارات اللي يضخها التنظيم الدولي للاخوان المسلمين كان بيحاول يوصل صورة، ويمكن نوع من المصلحة برضو، نوع من العلاقات المشتركة بين بعض الادارات. لكن لما تشيد هذه المنظمات، لما تشيد الاتحاد الاوروبي، لما تشيد امريكا في الاخر، يبقى انا بقول الشعب المصري صاحب العدارة الفرعونية والقبطية والاسلامية بيعيد فرض ارادته على كل العالم. كيف تبعت يا دكتور فكرة تصويت المغتربين، يعني اللجان المخصصة اللي كانت مفتوحة للمغتربين، يمكن تابعنا فيها اقبال من العمال اللي موجودين هنا ومن محافظات اخرى وغيرهم، كيف تبعت هذه الفكرة ويعني بداية تفعيلها في خلال هذا الاستفتاء وتأثيرها ايضا بعد ذلك على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ انا واحد منهم دول، يعني ده اسعدني جدا، لان انا المحافظة بتاعتي البطاقة رقم القومي بتاعتي في اسيوط، ولكن انا مقيم في القاهرة وكان عندي يعني بعض اللقاءات التلفزيونية. وهنا عايز اقارن بين الاستفتاء اللي تم بعد 25 يناير في 19 اللي كان بيقول نعم للاسلام ولا للنار. انا برضو صوتت هنا في الحي اللي انا بقيم فيه في القاهرة، لكن ما كانش فيه نوع من العملية الضبط، لكن المرة دي كان فيه لجان للوافدين. بنشكر جدا الدولة، واحنا فعلا بدأنا آليات الديمقراطية وبدأناها بسرعة. يعني انا برضو مش هتقبل حد يقول ان احنا الماتيور في ديمقراسي غير يعني فعلا تم تطبيق نظام التأكد من الهوية والبطاقة. انا رحت يعني طبعا عرفت اللجان الموجودة، هي بتسمى لجان الوافدين وليس المغتربين. عرفت حضرتك المدرسة او اللجنة الانتخابية اللي انا من حقي ان انا اصوت فيها، رحت لقيت كمية طوابير اقسم بالله